أحبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. صلى الله سبحانه وتعالى يكون هذا مجلس أن تحفه ملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ثم يقال أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كما مبين في العنوان إخواني في الله، كيف نزيد يقيننا، كيف نزيد اليقين الذي في قلوبنا. والموضوع ليس علمي ولا أكاديمي ولا شيء، لكن خاطر، عسى الله تعالى يكتب ما فيها الخير. طبعا لا شك ولا ريب أن الإيمان يزيد وينقص، ومن الإيمان اليقين، هذا أمر يعني لا غبار عليه. من اليقين أو من الإيمان اليقين يزيد وينقص، والسؤال هو كيف يزيد هذا اليقين. قبل أن أدخل هذا السؤال، أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني، لماذا نريد من هذا اليقين أن يزداد؟ الحمد لله أنا مسلم، أنا مؤمن، بل من أهل السنة والجماعة، وأعرف العلماء الربانيين، ومع صحبة طيبة أموري طيبة، خلاص. يعني موضوع زيادة اليقين ليش؟ هل هذا الأمر مهم لهذه الدرجة؟ يعني هذا الأمر ليس بس فقط مهم، فهو كما يقول ابن القيم عن اليقين، هو روح الإيمان، وهو بالمنزلة يعني الروح من الجسد. ولو شبهنا هذا اليقين مثلا بمثل جهاز المناعي في الإنسان، كيف سيكون حال الإنسان؟ المناعة ضعيفة، أي مرض يصيبه يطيح بالفراش، ما راح تقوم أموره بخير، لا يقدر يصلي عدل، ولا يقدر يتعبد، ولا يزور الناس، ولا يقوم إيه. أي مرض يحوشه طاح وتعب ومرض. نفس الشيء مع اليقين، أنت تحتاج يقين يقيك من الشبهات وتستمتع بالإسلام. ممكن اليوم أكثر ما يعني يرد على الناس أو يتساءل الناس ويسأل الناس المشايخ ويسأل الناس طلبة العلم عن الشبهة الفلانية، كيف نرد على الشبهة الفلانية والفلانية، لكن ننسى كذلك أن هذا الأمر مرتبط بالإيمان، مرتبط بالتصديق في قلبك. كثير من المشاكل أو من الشبهات اللي تأتي للناس وتعكر إيمانهم، ترى ممكن بل أكيد بسبب قلة الإيمان، هو ما عنده حصيلة إيمانية كافية. تأتي مثلا تسأل عن الصلاة، صلاة الفجر مثلا، تسأل مثلا عن الرواتب، تسأل عن مثلا وردك من القرآن، ممكن يستغرب من هذا السؤال، يظن أن هذا الأمر يعني كان مثلا في أول سنة استقامة، 5 سنين التزام، ثم يظن أن الأمر هذا انتهى. لا، ما ينتهي الأمر هذا. لذلك لما نتذكر قصة حنظلة رضي الله عنه، لما سمعه أبو بكر رضي الله عنه، ماذا سمع؟ ايش قال؟ قال نافق حنظلة. قال كيف نافق حنظلة؟ قال لما؟ قال يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلنا لدرجة كنا نرى الجنة والنار رأي العين، لكن لما نرجع إلى الأهل ونخالط الأهل والدنيا فيها تذهب هذه الأمور. فعد حنظلة هذا الأمر كأنه نفاق، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكشف لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبين لهم أنه ساعة وساعة، ليس الأمر كذلك، يعني الأمر طيب إن شاء الله، أنت في خير، ساعة وساعة. طيب، هل الإنسان اليوم عنده هذا الفرقان يميز، عنده هذه الحساسية؟ فمسألة أن يزداد اليقين أمر مهم تحصيني، وأنك تستمتع بهذا الدين، تستلذ بهذا الدين، تستمتع بالإسلام. فكيف يزيد؟ حتى نقول كيف يزيد، لعل أقدم مقدمة أخرى. أنا أقول لك إلى أين تريد أن تصل؟
أنت كم تريد من يقين أن تصل إليه؟ على قدر ما يقع في قلبك وعلى ما في قلبك من تصديق تام أنك تريد كامل اليقين أكمل اليقين سيعطيك الله سبحانه وتعالى. لكن لما يصير الأمر لا كان يقول بس كافي. ولما نتكلم عن يقين ترى عن الدين كله، لا يرتبط اليقين فقط والله عند الشبهة، يرتبط اليقين فقط عند الخشوع وبكاء العين، كل مرة فلان مثلا ما شاء الله إيمانه زايد عنده يقين كبير بيوم الآخر، فما يسمع آية وتأتي خطبة إلا تتحرك القلوب، تحرك قلبه لها. الدين كله قائم على اليقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول صفة، أول خصلة، أول الطريق إيمان بالغيب. أنت كم تريد من يقين؟ كم تطمح إلى اليقين؟ إلى أين تريد أن تصل؟ لما يكون الأمر أنك تريد هذا اليقين على أعلى الدرجات، فلا بد يصل إيمانك لأعلى الدرجات. الإيمان واليقين أمر واحد. والله أنا ودي أدخل الجنة وأنجو من النار، هذا طريق. الثاني يقول لا والله أنا أريد أن أكون من 70,000 والزيادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل يستوون؟ ما يستوون. آخر يقول لا أنا أريد من اليقين، أريد من الإيمان ما يصلني إلى أن أكون جوار الرحمن. الجنة درجات، أعلى درجات الجنة أن يصل العبد إلى جنة الفردوس. جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، منها تتفجر النهار. طيب من في هذه الجنة؟ فيها أعظم الخلق، نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني من الأمور الجميلة أخواني في الله أن الجمال واللذة في الجنة على قدر المنزلة. يعني أنت لما تكون في درجة معينة في الجنة جمالك لن يكون نفس الجمال الذي أنت فيه لما تكون في جنة الفردوس. والمتع واللذات الموجودة في جنة الفردوس مختلفة عن جميع الدرجات، هذا الطموح مختلف. فمن يبتغي هذه المنزلة العالية لابد يأتي بالعدة، يأتي بالعمل. لذلك كيف نزيد يقيننا بالإيمان والعمل بس. لكن لما تقول هالكلمتين هذه المصحف كله عن الإيمان والعمل، المصحف كله عن الإيمان والعمل، ما في شيء زيادة. دين واضح، دين بين، ما في خزعبلات وتخاريف. يعني هذا الكلام الحين لما تروح مثلا عند أي فرقة من غير فرق أهل السنة والجماعة، هل بيعطيك يا صافي نقي مصفى صافي؟ لا، راح يقول لك فلان زيادة اليقين. تأمل والله، يعني واحد ما يعرف كيف يشكر النعمة ترقص، هو عنده إيمانه يزيد بالرقص أو يعني بالبدعة، أي كثيرة متلونة متعددة، ويظن أن هذا هو الطريق الحق وأن هذا الصواب، وأنت الخطأ وأنت جاد الخطأ. لذلك هذه النعمة تستدعي الإنسان يحافظ عليها. أنا مسلم ديار المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأعرف العلماء الربانيين، وما عندي بدعة، وأقرأ العربي، أنا عربي. يعني لما تفتح المصحف ولا تفتح الحديث عندك الآلة تفهم في هذا الكلام. كل هذه غيرنا الشيخ أحمد يعني ها الإنجليزي ولا
شنو يحتاج يعني دربه؟ ولا تجدهم سبحان الله يعني أنت عندك كل شيء، بس أنت طالع من مدرسة ابتدائي، بديرتك أنت، إحنا بديرتنا في أشياء ما فيها العالم كله، مو مبالغة ولا أي مزايدة. ممكن أنت الحين لو تجلس هذا المجلس مكان ثاني ما تحصل الأمن، ما تحصل الأمن أنك تجلس تفتح المايك تتكلم تنشر وتدز وتنشر الإسلام. أنت اليوم تفرح مفروض اليوم أكثر وتسعد، والله أنت الحين إحنا مو بس والله بندافع عن الدين، لا إحنا اليوم نرفع راية الإسلام. لما يحرق المصحف ولا لما يعني أمور الإسلام العظيمة تمس، يبدأ يفرح إنسان يشوف في دور كبير والله بديرتك، والله من مشايخ والله من دعاة منتشرين في قاع الأرض. طيب مو نعمة هذه؟ لما يتفكر فيها إنسان يبي يشكرها، يبي يحافظ عليها، يبي تتم في قلبه ما تزول. لذلك من جواب سؤال ليش اليقين مهم، حتى تثبت وتستمر. أنت لابد تكون عندك يقين باليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، صح؟ طيب أنت عندك اليقين الكافي حتى تستمر؟ أكيد كل واحد منكم عنده قصة أو قصتين أو ثلاث. بالأمس أنا هذه القصة اللي يعني أقراها، يرسل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رسالة يبين فيها خطأ من، أو يحذر فيها من، يحذر فيها من عبد الله القصيمي. من هو عبد الله القصيمي؟ هذا كان من الدعاة، بل يعد من العلماء، كان على الطريق وينشر التوحيد. والله يا أخواني في الله، يعني العبارة التي استخدمها الشيخ بن باز تبين خطورة الشبهات والكلمة والباعث في هذا الإنسان. مرة وثنتين ثلاث، معنى الشيخ بن باز معروف في أدبه وخلقه، قال الرجل الخبيث، 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 لأنه شاف الإسلام وعاش مع الإسلام. عبارة يعني والله سبحان الله خبيثة. قل بمعنى كلامه أن مما لا شك فيه أن من يعني من بداية هذه الأمة أو بداية البشرية إلى أن تنتهي أن هناك مشكلة مع الدين. شنو الرسالة واصلة؟ أن ما في يعني ما في شيء تتيقن منه، في مشكلة مع الدين. إنسان يعني ضعيف العلم ما ممكن هذه يقراها، لكن راح تبث سمومة، تبذر البذور في قلبه. بعدين هذه الكلمة تمس أصول وجذور اليقين في دينك. هذه الكلمة يقول الدين مشكلة أزلية. شوف مو مشكلة، مو الإيمان مشكلة، مسألة الإيمان والتصديق، الكفر والإيمان، لا. الكلمة تشوفها ممكن يعني، لذلك خطورة الشبهات يعني يزخرف القول. كيف يزخرف القول؟ يكون في جانب من اليقين، في جانب من الحق. مثلا 90% كلها كلام باطل، يحط لك فيه 10% فيه من إيش؟ من الحق، يزين الباطل بالحق. هني تشتبه الناس على الناس. القرآن كافي، كافي القرآن، كافي كلمة سلام، القرآن كافي. لكن شنو مطلوب منها؟ لا مطلوب منها أنك تترك السنة، تبتعد عن السنة. طيب هل عندك من اليقين الكافي والشافي لما تأتيك هذه الشبهات تغزوك تبارزها وتبعدها عن طريقك؟ ليس فقط الشبهات، حتى الملذات، حتى الإيمان
الطاعات، شباب مثلا كان يحفظ القرآن، ولا شاب كان يحفظ القرآن، صوته جميل، ولا عنده براعة في الخطابة، سنة سنتين ثلاث أربع يبدأ يضمحل 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 إلى تبدأ بعض القشور فقط. طيب هل هذا مثلا أتته شبهات مثلا؟ ممكن، لكن في مشكلة إن الشهوات، يعني أنت الحين في ديار المسلمين، روح أي مجمع اليوم يعني يحزن الإنسان والله العظيم إنه يشوف والله هذه الدنيا الناس بفتحة الدنيا مهامها تنس، يعني مثلا أنت تستقبل رسالة أو سؤال إنسان مهامة مثلا رايح دولة فلانية، هم أهل الكتاب وخلاص يأكل أي شيء، ما يدري هذا الأكل حلال مو حلال، مفكر اذبحوه على طريقة إسلامية ما اذبحوه على طريقة إسلامية. طيب هناك يطبخون بالكحول وبالخمر، ناسي ما له خلق، وإذا بيدور يدور يعني شد حيله وحس بإحراج أي فتوى، وحين ما شاء الله موجود كل شيء تبي، كل شيء حلال، كل شيء حلال يعني وهو حرام موجود لك والله فتوى. طيب هذه الشهوات لما تأتيك كيف تتعامل معها؟ مو شرط تأتيك شهوة والله أعوذ بالله الزنا، في شهوات ثانية، إنسان أبي يوصل معالي الأمور تأتيه شهوات يعني مباحات، يأتي الشيطان يعني اترك شوي بعض الأمور أو خف، ما مو مسألة إنه يستريح من يعني من العبادة ويتفسح ويشوف إخواني ويطلع، لا يبدأ يتنازل، يبدأ يفسح المجال أكثر في المباحات، يبدأ يجعل مسألة والله الدعوة اللي عايش عليها شوية استثنائية، يعني شوية ثانوية، أول استثنائية أنا أدعو وأنا أنشر وأنا أتكلم وافعل وافعل، لا شوي خلاص خفف، كفلان وفلان وفلان اقترب منك بالالتزام، ترى الحين يصلون يقرون القران، انت ايش فيك يعني ليش شاد حيلك؟ وانت ما تدري عن قلوبهم ولا يدرون عن قلوبك، والابتلاءات والاختبارات تاتيك على حسب ما في قلبك من امور، انت انسان في نقاط ضعف ونقاط قوه، والله الذي لا إله له لن تأتيك الاختبارات والابتلاءات على مزاجك على كيفك، تقرأ وتشوف الأمور ودارس، قسم بالله الذي لا إله له لما تأتي الاختبارات وتأتي الابتلاءات الأمر مختلف، بيا تصدق وتخضع وتستكين وتفتقر وتنكسر، تشوف الابتلاء سبحان الله، هذا الاختبار جاي باسمك حقك، وأنت تستطيع من هذا الاختبار أن تميل وتترك، ها؟ والناس تشوفك أنت على شكلك، تبدأ تستنفذ ستر الله تعالى عليك، تسوي اللي تبيه، تبدأ تتنازل، ما يدري عنك ترى، لكنك أنت ما صدقت بالاختبار. كان الاختبار هذا ممكن زيادة ترقية عندك بالإيمان، زيادة بذل، زيادة عطاء من الرحمن لك، شوف قلبك ترى مو شرط انتكاس، في مزايا تأخذها تماما خليتها أنت، أنت يقينك أتيناك بالاختبار هذا ما صدقته ما مشيت عليه، أعطيناه غيرك، راح حق فلان وفلان وفلان، فمهمة اليقين أنك كيف تثبت، كيف تستمر، كيف تنتهي لهذا الأمر. اليقين يحتاج علم وعمل، إيمان وعمل، يقع في قلبك تصديق تام أن أنا أريد هذا اليقين، أن رب العالمين يعطيني إياه، أن الله تعالى يزيدني إياه، لازم كما فعل إبراهيم عليه السلام. من هو إبراهيم؟ ثاني أعظم رجل في تاريخ البشرية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم،
إيش طلب إبراهيم؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عطاه؟ ماذا قالتها؟ قال فخذ عمل شغل. والله الذي لا إله إلا هو لن يزداد اليقين في قلبك ويرتفع إلا بالعمل إلا بالشغل. تطمح يقين، تستانس لما تفتح المصحف تقرأ كأن القرآن أنزل الآن إليك، تنظر الآيات، تنظر للمخلوقات، تفهم أن هذه تدل على الله تعالى الواحد القهار، تنظر للابتلاءات والتقادير، تتذكر قول الله سبحانه وتعالى ويسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا مريض الله تعالى يشفيه، هذا أسير الله تعالى يفكه، هذا عقيم الله تعالى يرزقه، هذا حتى زل. يعني قبل فترة واحد من الشباب يسولف معي فلان والله ترك، ويعني يقول راح الحين، يقول والله يا إخواني، يقول هذا هو النجم بيننا، هذا أحسننا. يقول سبحان الله، طيب هذا منه الحين رد الجادة وصار أحسنهم؟ يقول ما ينفع أحد كلمة تنقال بين الناس إلا هو يوقف قدامها وتطالب العلم ورد الجادة ومشى. طيب أنت متنظر هذا بس خلاص، تقول الله تعالى نجا، الله تعالى هدا، الله تعالى زاده، تبصر الآيات هذه. فلابد في عمل، لابد في علم، ثم تبذل. فخذ أربعة من الطير فصورنا إليك ثم اجعل كل جبل منه جزءا ثم ادعونا يأتينك سعيا وعلم أن الله عز حكيم. إبراهيم. ولما تأتيك مشكلة، تأتيك مصيبة، تروح فتش عنها، نقيها، دورها، مثل ما فعل الصحابة. يعني تأتينا بعض الأمور، يعني قال لو سقطنا من على الجبل أو كنا ما كنا، يعني ما قلناها. قال أوجدتموه؟ قال ذلك صريح الإيمان. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه نزغات من الشيطان وأنها في قلبك إيمان وخير. وآخر الأمور إخواني في الله، العمل هذا هو مفتاح التوفيق، زيادة اليقين. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لابد تصدق الإيمان بالعمل، أي شيء تسمعه لابد تطبقه قدر المستطاع، لا يكون الحال فقط هذه سنة، هذا مسنة، مستحب ومستحب. قالوا سمعنا وأطعنا الصحابة، ثم الإنسان يستشكل على الأمر الفقهي، أمر يحدث فيه، لكن أن يريد اليقين يزداد، ها؟ ويصل إلى أين اليقين أيها الأحبة الكرام؟ يصل إلى أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه ميزة، هذه عطية. إحنا أنبياء؟ ما إحنا أنبياء. طيب نحن من أفذاذ العلماء وخيرة صفوة العباد، صلى الله تعالى فضله. طيب أنت عندك في حياتك تكون مثلا من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، أنت تكون مثلا من الذين يصلون الفردوس، أنت تكون من 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 من، طيب هذه متاحة لك، أنت تكون من الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، هذه لك متاحة، لك أنت موجودة، حقك تقدر تفوز فيها لما تصلي، لما تدعو كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى معاك، يعني الله تعالى يحبك، يعني الله تعالى يفتح عليك، يعني أنت لما تمشي بين الناس أنت مميز. أنت كما ترفع رأسك إلى السماء تنظر لهذه النجوم والكواكب كلها نفس الشيء؟ لا، مو نفس الشيء. الشمس نفس القمر وكل النجوم؟ لا، في ناس مميز. الله تعالى يجعلك مميز، الله يحبك من بين الناس، كلمتك ما تسقط، يضعك للقبول في الأرض. يعني تقول إنه صرت مشهور، ما حيدر عنك والله، لا صرت مشهور ما صرت مشهور. أنت تفهم أن الله تعالى يحبك، أفهم الله تعالى يريدك، تفهم أنك تعيش مع الله تعالى. ما هذه الأشياء ما راح تيجي ترى إلا مرة واحدة، هي بس مرة واحدة.
لما يعيش الإنسان هذه الأمور ويذوقها يفهم فعلا أنه هو موجود لمحبة الله تعالى، عبودية الله سبحانه وتعالى. فلا بد إنسان يعمل، لا بد إنسان يصدق حتى الله تعالى يفتح علينا، حتى الله تعالى يبعدنا عن الشرور، يبعدنا عن الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد يقيننا وأن يزقنا العلم النافع. وصلى الله نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، حسن استماع.